زي ما انت شايف يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا على البنت مع نادي زي حرس الحدود، نادي كبير طبعا وفي ملعبه، بس احنا جايين على الثلاثة بونت، يعني احنا جايين عايزين الثلاثة بونت عشان نقرب تاني من الفريق اللي ماشي اول فاركو. لكن بنقول الحمد لله بردك على البونت، المشوار لسه طويل جدا، لسه بتاع 18 ماتش، لسه كتير قوي، يعني محدش هيعرف حتى يجيب النقط بتاعه ال 18 ماتش كلهم. اللاعب عملت اللي عليها بشكل كبير جدا، وادت ماتش احنا شايفينه ماتش كويس، ضيعنا فرص كتير فعلا، بيقابلنا سوء توفيق في في في, في ملعبنا، فقدنا نقاط كتير الفتره اللي فاتت. لكن برضو القصه كلها الاول 23 احنا 19 فرق، احنا بنتكلم في ماتش 4 بونت، الفرق مش بعيد. ماتش مهم بيا لفرقه كسبانه الماتش اللي فات بين بيت وبين بيت، جايه تلعبنا 11 بونت، عندها طموح انها تقعد في الدوري، فكان ماتش صعب جدا. لكن الحمد لله الكابتن مرين مذاكر الماتش ولاعيبتنا موفقين، لعبوا بتوازن دفاعي وهجومي. بشكر اللعيبه وبرده مجلس اداره، بكمل شغل برده الكابتن محمد عبد السميع اللي هو برده صادف سوء حظ في اول السنه. الماتشات كلها صعبه، احنا متخيلين الماتش سهل، لا الماتش مش سهل خالص، ماتش صعب، فرقه كويسه جدا بدون ادنى امكانيات بتعمل جيم محترم. احنا برضو امكانياتنا وحشه، بس احنا معانا طبعا يعني عندنا استقرار من السنه اللي فاتت وعندنا فرقه كويسه. لكن برضو اكلمك بمنتهى الامانه، نقل الماتش لكفر الشيخ فادني، الملعب لو ضيق ومساحاته قليله يعني مع الروح والحماس، الحقيقه فرقه بتأدي بشكل كويس جدا، بتطلع بالكره من ورا بشكل جيد، احنا يعني برضو مش في مستوانا النهارده. الحمد لله بنشكر اللعيبه طبعا، يمكن الجو يمكن يومين بقى يومين، والملعب برضو يمكن ارضيته مش كويسه، وبتلعب فرقه برضو يمكن على ملعبها وفرقه كويسه، فرقه محترمه، بقول الحمد لله على 3 بونت. يمكن الاداء شويه، بس في الماتشات ديت انت بتلعب على ان شاء الله باذن الله ما فيش غير هدف واحد انت تصعد باذن الله، فيعني المكسب الحمد لله بيعوض الاداء. مبروك لفاركو، تدعيمات هو جاب لعيبه، يعني ما جابش رواد فضاء ولا جاب، انا عندي لعيبه كويسه وهو لك، بس هي كرة ثابتة طول الماتش، واحنا جات لنا كرة والحكم لغى لنا هدف وكنا مسيطرين لحد ما الشوط الثاني، بس هي دي الكرة يعني. عاملين مباراة كبيرة جدا، احنا الشوط الثاني يمكن الشوط الاولاني كان لعب سجال واللعب حتى كان كله عالي، كور عالية، لكن الشوط الثاني احنا التغييرات بتاعتنا اللي احنا عملناها، اذا كان عمرو الحقيقة او حسام لما دخلناه جوه، وتيتا لما طلع راح باك رايت، الحقيقة احنا خلاص لعبنا كورة على الارض ولعبنا كورتنا اللي احنا بنلعبها الحقيقة. طبعا يعني بقول الحمد لله على كل شيء، بس كنا احنا افضل، كنا اقرب ان احنا نكسب، وخاصة ان احنا كنا خسرانين 1-0، والحمد لله تماسكنا والولاد عملوا ماتش كويس جدا. زي ما انت شايف احنا طبعا متقدمين والماتش بتاعنا يعني فرص كتيره ضاعت، والحمد لله ما فيش توفيق. شكرا، عملت تغييرات، لعبت 3 فراوده ولعبت 3 ورا بس عشان اعوض الفرق الجون ده، والحمد لله ربنا كرمنا ب2-1 كسبنا المباراه، وده تعويض على المباراه اللي فاتت. ربنا مش راضي النهارده ان احنا نكسب، لكن شاننا في كل الماتشات اللي فاتت كده، احنا بنوصل كتير وبنهدد كتير. بشكر الرجاله، قد عملوا ماتش كويس قوي، نفس الكلام الماتش كان ماتش بيلعب كمان، عملوا ماتش كويس قوي، كل الماتشات اللي الفتره اللي فاتت بيبقى احنا لنا لنا لنا, لنا الافضليه الحمد لله رب العالمين. فريق قد بشكل كويس، كان ينقصنا يعني التوفيق، غايب بقاله فتره عن فريق بني عبيد، انا لسه متولي المهمه من يومين، ان شاء الله بنوعد المنظومه المحترمه وجماهير بني عبيد المحترمه ان احنا ان شاء الله نخلي بني عبيد يرجع لوضعه طبيعي تاني، هنقاتل وهنجتهد، الموقف صعب. عدم توفيق في الماتش، وربنا احنا راضيين برضو بالنتيجه دي، والحمد لله احنا ما اتغلبناش، وان شاء الله نعوض في الماتشات الجايه. نقطه مش وحشه في ظل الجهاز، ان في جهاز جديد جاي، فالحمد لله ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله نقدر نجيب 3 بونت ان شاء الله من بره ان شاء الله. احنا كنا مستعدين كويس طول الاسبوع، بنتمرن صبح وبعد الظهر وجيم،
يعني التمرين كان قوي جدا، والكابتن ايمن طبعا محضرنا ذهنيا وكل حاجه قبل الماتش، بس يعني الحمد لله ما وفقناش قدام الجون.